إذا نأخذ بعض التمارين التطبيقية. Les phrases suivantes sont-ils vraies ou fausses? إذا 10 إلى راسين كاري دو 100. إذا إلا درنا الجذر المربع ديال 100 غيعطيني 10. إذا فري. 7 a pour carré 49. إذا 7 أس 2 كتعطينا 49. إذا فري. 9 إلى راسين كاري دو 81. إذا الجذر المربع ديال 81 كتعطيني 9. إذا فري. 25 a pour racine carrée moins 5. إذا إلا درنا الجذر المربع 25 واش غتعطيني ناقص 5؟ إذا فو كتعطينا 5. جذر 25 هي جذر 5 أس 2 إذا كتعطينا 5. إذا هذه فو. 64 et le carré de 8. إذا المربع 8 أس 2 كيعطينا 64. دونك سي فري. Exercice 2. Complète les égalités suivantes. إذا نبداو 121. دائما لي كاري بارفي خصكم تحفظوهم من الأحسن. لي كاري بارفي شنو هما؟ قلنا لي كاري بارفي هما الأعداد اللي الجذر ديالهم تساوي لنا عدد صحيح بحال 1 4 9 16 25 36 وهكذا. هادو خصكم تحفظوا لينا باش كيسهلوا لكم الحساب. إذا الجذر 21 هو الجذر نورمالمون ديال 11 أس 2 أي هو العدد 11. جذر 0.01 أولا نشوف السطر هذا 3. إذا شنو هو العدد اللي الجذر ديالو تعطيني 3؟ إذا هو العدد 9. يعني هو العدد 3 أس 2 أي 9. جذر 16 إذا جذر 4 أس 2 أي العدد 4. العدد اللي الجذر ديالو تعطيني 4 هو 4 أس 2 أي هو 16. العدد اللي غيعطيني 12 الجذر ديالو غيعطينا 12. إذا هو 12 أس 2 12 أس 2. شنو هو 12 أس 2؟ هي 12 في 12 أي 144. جذر 36. إذا 36 هي 6 في 6 أي جذر 6 أس 2 أي العدد 6. جذر 0.01. إذا شنو هو العدد اللي ضربته في نفسه غيعطيني 0.01؟ إذا هو 0.1 مضروبة في 0.1 أي هو 0.1 أس 2. 0.1 أس 2 الجذر ديالها هو 0.1. جذر 8 أس 2 إذا هي 8. الجذر واحد العدد أس 2 كيعطيني 13. إذا هو 13 أس 2. جذر 5 أس 2 إذا 5. هنا انتبهوا الجذر ناقص 17 أس 2. كاين اللي غيمشي مباشرة ويدير ناقص 17، هذا خطأ لأن الجذر دائما كيعطينا عدد موجب. إذا هاد الكتابة صحيحة. إذا هي كتابة صحيحة علاش؟ لأن هذا عدد موجب لأن واحد العدد أس 2. إذا حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحيدو الأقواس. إذا ناقص وعندنا أس 2. إذا هاد الناقص كتمشي كتولي 17 أس 2 لأن 2 عدد زوجي، النومبغ باغ. إذا هي 17.